السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غاية البروانية، أنا هنا علشان أساعدكم علشان تحصلوا التوازن اللي أنتوا تريدوه، خاصة في هذه الأجواء اللي إحنا عايشينها الحين. كعاملين في المنزل، كمدربين لأولادنا ومدرسين لهم أيضا، تعالوا معي علشان نعرف كيف ممكن نواجه هذه المرحلة الجديدة اللي إحنا جايين نعيشها في هذه الحياة. من تاريخ 23 مارس في كثار منا في السلطنة بيبدأوا يعملوا من المنزل، وإحنا ما متعودين إننا نعمل من المنازل، متعودين إننا نروح الدوامات ونشتغل من الدوام. الحمد لله أنا بادية من قبل، فتعالوا خذوا خبرتي علشان نقدر نتوصل إلى الحل المناسب لنا. إحنا عايشين في حالة ارتباك وحالة جديدة، اللي هي بدينا نعمل من المنزل، والأول مرة بدينا ندرس أولادنا، وما أتكلم عن الدراسة اللي هي للواجبات وللامتحانات، أنا أتكلم عن أننا ندرسهم الجدول المنهجي اللي هم المفروض يكملوا، وهذه أشياء إحنا ما متعودين عليها ولا حتى أولادنا متعودين عليها. فعلشان كذا أول شيء أقولكم هي قروا بالارتباك أو بالأحاسيس اللي بداخلكم، سواء كانت تخوف، ارتباك، عدم ثقة بأنكم ممكن تخلصوا هذا الواجب اللي علينا كحرفيين وكأولياء أمور لأولادنا. وفي نفس الوقت نقر أنه الجو المنزلي إحنا ما هيئنا للعمل والدراسة، إحنا هيئنا للراحة والاسترخاء. ولما نروح الدوام، ولو في نفس الوقت لما أولادنا يروحوا المدارس، الدوام والمدرسة خلي مناخ يساعد على التركيز اللي إحنا ما متعودين عليه في البيت. بعد ما نقر بالإحساس، الخطوة الثانية هي إضاعة جدول. نعم، جدول اللي تعلمناه خارج البيت نطبقه داخل البيت، ألا وهو نخلي جدول للمهام اللي نريد نخلصها خلال اليوم، سواء كانت مهام وظيفية أو مهام دراسية وأعمال منزلية والوجبات وكل شيء ثاني إحنا نعيشه، ومشاريع عائلية، وفي نفس الوقت الأعمال الحرفية اللي نريد أولادنا يشتغلوا عليها علشان ما يجلسوا طول الوقت على الشاشات اللي موجودة في البيت، ونشارك أولادنا في تجهيز هذا الجدول علشان يكونوا متحفزين إنهم يخلصوا الأعمال اللي موجودة في الجدول. والجدول كمان ناخذ بعين الاعتبار أوقات الهدوء اللي موجودة، سواء كانت أوقات هدوء علشان أولادنا جالسين يركزوا على التمارين اللي هم بيشتغلوا عليها، أو للأطفال الرضع أوقات النوم، أوقات الاستراحة العامة اللي هم يجلسوا فيها، أو الأوقات اللي هم يلعبوا وحدهم وما يحتاجوا اهتمامنا عليهم، علشان نقدر نخلص المهام المهمة اللي نبغى نخلصها في ذاك اليوم. ثالثاً، ارتدوا الملابس. أيوه، احنا دائما نلبس ملابس، بس اللي اقوله انه اول يومين انا كنت البس جلباب البيت، لاحظت اني ما اشتغل وما اسوي شيء. اول لما بديت البس زي رسمي وبديت احط بنتي على الجدول انها تقوم وتبدا الدراسه من نفس الوقت اللي هي متعوده عليه، احنا الاثنين اجزنا الكثير. فالزي يساعد الذهن في استيعاب إنه إحنا الحين رايحين نشتغل، ما جالسين نرتاح في البيت. رابعاً، حطوا
حدود لأولادكم، إنه هذا الوقت أنا بشتغل فيه على شيء دسم، فرجاءً لا تزعجوني في هذا الوقت. أنا في البيت عندي ستيكر، إذا ستيكر ثامز أب تعرف أنت إنه ممكن تجي وتكلمني في أي موضوع تريد تكلمني فيه، عامة في موضوع الدراسة. إذا الستيكر ثامز داون تعرف أنها تنتظر لين لما أخلص المهام اللي أنا أشتغل عليها علشان تيجي تكلمني، فهذا عادي عندنا. للأطفال الرضع اللي ما يعرفوا الستيكر ثامز أب وثامز داون، أقولكم استخدموا أوقات الهدوء اللي هم متعودين عليها علشان تنجزوا المهام الصعبة في هذا الوقت. وفي نفس الوقت نضع حدود لأنفسنا، فما معناها أنا في وسط الشغل وفي وسط المشروع أتذكر نسيت أسوي هذا الشغل ونسيت أسوي كذا وأريد أروح أسوي كذا وأريد أسوي كذا. لا، مدام أنا جالسة أخلص شغلي أخلصه لما ينتهي أبدأ في الأشغال الثانية اللي أريد أسويها، والعكس صحيح. إحنا في أيام الدوام الرسمي نعرف أننا ندخل في الوقت الفلاني ونخرج من الدوام في الوقت الفلاني، فعلى هذا الأساس نعرف حدودنا ومتى العمل ينتهي. وحتى اللي ياخذ معاه شغله إلى المنزل يعرف أني عندي ساعة أو ساعتين لين لما أخلص هالمهام، وبعدين هذا الوقت للعيلة. أو لما نبدأ نشتغل من البيت، لأن حدود البيت والعمل تكون غير محددة، فيتسرب العمل في أوقات العيلة والعيلة تتسرب لأوقات العمل، وهذا إحنا ما متعودين عليه. فنلزم حدودنا، نحط الحدود ونعرف أننا نلتزم بهذه الحدود علشان نقدر نتعايش في الموقف اللي احنا فيه. خامسا، خذوا وقت للراحة، لأنه مهما كان احنا متعودين أننا نستريح. الأولاد متعودين أنهم ياخذوا وقت استراحة ما بين فصل وفصل، سواء كانوا يروحوا من فصل واحد إلى فصل ثاني فهذه فترة استراحة، أو إنه هذا المدرس طالع والمدرس الثاني جاي فهذه فترتهم للاستراحة كمان. وكمان عندهم فصل كامل للاستراحة في الصباح ووقت الغداء، فنفس الشيء وإحنا متعودين على نفس الشيء. فناخذ أو نحط أوقات للراحة، إذا تعبانين نرتاح، وفي نفس الوقت إذا تعبانين نقوم نتحرك ننشط الجسم ونرجع مرة ثانية للعمل، وإحنا نكون في أسعد وأتم الاستعداد علشان نكمل المشوار اللي بديناه. وأخيراً الخطوة السادسة، الاحتفال بكل الإنجازات اللي إحنا حققناها في نهاية اليوم، في خلال نهاية الأسبوع، لما نخلص مشروع، أي شيء نخلصه ننجزه إحنا أو ينجزه أولادنا نحتفل فيه، لأن في الفترة اللي إحنا فيها وجالسين في البيت كلنا نحتاج لأي شيء يعزز من معنوياتنا. وإذا عجبتكم هذه الحلقة، الرجاء الضغط على لايك وسبسكرايب والتعليق في المجال اللي موجود تحت علشان أعرف آراءكم في هذه الحلقة، وأشوفكم في الحلقة القادمة. مع السلامة، وكل عام وكل أم بخير. اليوم يوم السبت، عيد الأم.